والإخوان الإعلاميين كنشكركم كثير، لكم الشكر الجزيل. جميع القنوات داخل المغرب وخارج المغرب اللي كتمتبعها وما خاص ما ميعدش المشهد أو حولات الإطار، أحيانا كتكون شي روتوشات ولكن كانت التغطية 99% في المستوى، وبلغتوا المواطنين داخل المغرب وخارج المغرب، واليوم غادي يبقى ريان في الذاكرة ديال الجميع. الرسالة اللي عم بلغ، الرسالة غادي نقول للإخوان أي نعم، غادي نقول للسلطات العمومية يكون تحسيس عن طريق الأئمة المساجد، خطاب الجمعة، اللي عنده شبر مهمل يتطمر، واللي باقي فيه يترجى من شوية الماء يعمل له غطاء، ما كاينش ثلاثة جوج. هو عامل إقليم الشاون لما جا التحق واحد العدد الآبار والحفر اللي تم الإغلاق ديالها، كان دار واحد الحملة، ولكن هذا بير مهمل. المرأة أنا سمعت كيفاش كيحكي الزوج ديالها مع احد الاعلاميين والصحفيين، كيقول على انك عنده مغطي بالشطاب وبالقصدير، يصعب عليك حتى الرؤيه ديالو باش تشوفه، يصعب. لما كان كيحكي وقال 20 عام، هذا لا مشكل، 20 عام وفي الباب الدار راه مشكل، ولكن الحمد لله اللي جات. نعم هذه غنستافدوا منها كثير اكيد. انا البارحه البنيه بنتي عندها 3 سنوات قسما بالله، سجلوا عليا عمروا البانيو باش يغسلوا الدراري في الدار، والدري صغير نطق مع البنيه قال لها واش ديري بحريا، بغيتي تموتي قسما بالله. يعني كانت عبره للجيل اللي ماجي اكثر من اللي حاضر، يعني رساله قويه جدا كيفاش نحافظوا الاطفال ديالنا من هذه الافه، وكيفاش حتى حنا نديروا الوقايه للبيوت ديالنا والقريات ديالنا والمدن ديالنا من هذه الافه. طبعا 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 هذا معروف على المغاربه. شفنا القوة العمومية بالإغاثة بالقوة المساعدة بالدارك في جميع القوة العمومية كلها، وشفنا نعم وشفنا السائقين ديال الجرافات، وشفنا العمال، وشفنا الساكنة كيفاش كطيب الماكلة رغم الفقر ديال هذه المنطقة، ما بخلوش مساكين، كل واحد اللي قدر على شي حاجة وجدها ونزلها، وهذه تحسب لكم الإخوان والأخوات، هذه من الكرام وسيام ديال الجبالة اللي عندهم كيعطيوه. شفنا كيفاش كانوا كيوجدوا مساكن الطعام، وكيفاش كيوجدوا الافرشه والغطاء الناس والاعلاميين الا اللي ما قدوش يوصلوا له. انا هاد المصيبه ولكن نتمنى نرجع بالخير ونمني على المنطقه، وكنطلب من الجهه المسؤوله باش تعدلوا الطرق لهاد الدوار. جا الوقت اللي خص توفر له الشروط ديال العيش الكريم، ما يبقاوش معلقين هنا لا بد. وانا ان شاء الله نوعدكم غادي ندرسوا على البرلمان على هذا الموضوع ديال الطريق من هاد الدوار ان شاء الله الرحمن الرحيم. وكاين اخوان هنا برلمانيين الزملاء ديالي، كاين السي عبد الرحمن العمري، كاين السي البقالي، كاين الاخوان رؤساء الجماعات، الاخوان المنتخبون ديالنا راهم حاضرين، ما بغاوش يبانوا في الاعلام لان احتراما لجلاله الملك. القضيه اللي كيكون تبعها جلاله الملك، السياسيين كيرجعوا للورع باش ما يبقاوش يلاحظوا علينا الاعلاميين. الله يجزيكم بخير، ما عندوش الحق شي واحد يتزيد على واحد الموضوع اللي كيتعطى له اهتمام من طرف ملك البلاد، يستاهل. ومادام كاين عنايه خاصه بملك البلاد، عذرونا الله حرم والدين. الله يجزيكم شكرا واجركم الله وعز عونا وحسن. السلام عليكم. الرساله قلتها، رساله لجلاله الملك الله يحفظه. جلاله الملك شوف خصنا نفتخروا به، شوف الملك ديالنا، شوف الملك ديالنا بين على انه كيتبع الكبيره والصغيره. وانا قلت لكم لما كنا ننتظر واش هو حي ام ميت، اول واحد اللي خرج بالتعزيه هو ملك البلاد، ما معناه متبع. وهذه خصنا نعتبروا منها ونعتزوا بها، وتبارك الله عليكم وشكرا. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.